هذا البروبلم صراحة صعب تخيله، ورح تستغرب من الحل وليش حله هيك، فبدي احاول يعني اوصل لك فكرته. طيب، في عندي انا بلوكة 0.3 محطوطة على 0.2 كيلوغرام، ايش يعني زي كانهم جسمين. حكالي سبرينج مشبوكين بسبرينج، السبرينج ماله الكونستانت تبعه 131 نيوتن. هسا بقول لي فجأة انا شلت البلوكه 0.3 اللي فوق، شلتها. بقول لي لما انا شلتها كم صارت الماكسيمم فيلوسيتي لل 0.23 وكم الماكسيمم هايت. طيب يعني انا الجسم عندي زي هيك، هذا بالريست، بالريست راح يكون في انيشال كومبريشن للزنبرك، راح نستعمل مشان نوجد الماكسيمم هايت. طيب انا الجسم زي عندي هيك بلوكتين ماشية زي هيك، فجأة انا شلت الحمل الكبير، فهذا بيكون نازل اقصى ارتفاع له مثلا، بعدين بيطير، بيطير يعني بنزل هيك، بعدين بيطير يعني بيمشي ارتفاع عالي. فاتجاه حركتي فعليا لل 0.23 لفوق، اتجاه الحركة لفوق، الزنبرك لفوق اصلا معكس الحركة، فالوضع لتحت. فكيف بيكون عندي T1 بلس U12 بيساوي T2. حكالي اترست T1 0، T2 طالبها اصلا نص ام في تربيع، نص ام في تربيع بالوضع النهائي، الوضع النهائي زوم بلوكه واحده اللي هي 0.23، 0.23 في تربيع. طيب عندي اليو 1 2، طيب قوه الزنبرك بالوضع الابتدائي. هسه ما نقدرش نحكي كي اكس، ليش ما نقدرش نحكي كي اكس؟ لانه هذول مربوطين سوا، موجودين سوا على زنبرك، ففي قوه بدها تكون يعني لو بدنا نعمل اتزان، لو بدنا نعمل اتزان لهذا الاشي، فبكون عندي مثلا قوة الزنبرك لفوق اف فريكشن مثلا، اف زنبرك سبرينج قصدي، وفي عندي الوزن لتحت. الوزن شو بكون؟ مجموعهم سوا اللي هي 0.3 زائد 0.23 في 9.81. اذا قوة الزنبرك راح تكون 0.53 في 9.81، هاي ايش الوزن يعني قوة الزنبرك ناقص الكي اكس. هون بتيجي الكي اكس، هسه كي اكس يعني قوة الزنبرك لازم يكون فيها زنبرك وكذا، بس شو بده يكون معها بالوضع الابتدائي بوضع اليو 1 2؟ بده يكون معي هذا الشيء. فاحنا دائما حكينا قوة الزنبرك تكامل، سالب تكامل حتى بدون السالب، خلص ما هي مع اتجاه الحركة لفوق، يعني انا عرفت الحكي من صفر لاكس، اكس اللي بده اياه اللي هي ماكسيموم فيلوسيتي وماكسيموم هايت. ماكسيموم فيلوسيتي بطبق له هذا القانون، 0.53 في 9.81 ناقص كي اكس 101.3 اكس، هذا كله ضمن التكامل. ايش في عندي؟ الوضع لتحت عكس اتجاه حركتي، انا حركتي لفوق، ناقص ام جي في اكس. اي ام فيهم البلوك الطائرة 0.23. طيب صار عندي انا هسه مجهول اكس وايش وفي. طيب وصلنا طالب ماكسيموم فيلوسيتي، يعني لما المشتقة صفر، بنشتق هاي كاملة، بنشتق احنا دي في تربيع مشتقة كاملة مشان نصفرها مباشرة على دي اكس بتساوي زيرو. اشتقها اول شيء بنعوض هناك حدود التكامل، 0.53 ضرب 0.53 ضرب 9.81 اللي هي 5.1993 اكس ناقص 131.3 اكس تربيع 2 ناقص الام جي اللي هي 9.81 ضرب 0.23 اكس طبعا ناقص 2.2563 اكس. شو بدها تساوي؟ الفي تربيع كذا، في تربيع انا راح اشتق، بشتق بصف عندي 5.1993 ناقص 2.2563 بيطلع معي 2.943 ناقص 1.31.3 اكس تساوي 0. اكس بتطلع معي عدد اللي هو 2.943 تقسيم ال 131.3 بيطلع معي 0.022. بعوضها بالسرعة بتطلع معي في، بيطلع عندي الماكسيموم هاي، بصور بفيديو ثاني.